السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الحمص. قدمتها في باسكت عندي من البطاطس بالشكل ده، شكلها تحفة وطريقتها بسيطة جدا. هقولك دلوقتي عملناها ازاي مع بعض. أول حاجة عندي هجيب البطاطس بتاعتي، هبشرها عندي بالمبشرة بالشكل ده، وهجيب عندي مية هكون حاطه فيها ملح. هاخد البطاطس بتاعتي هحطها في في الميه بتاعتي كده بالشكل ده، واسيبها الاول عندي لمده ساعه. وبعدين بجيب البطاطس بتاعتي وبصفيها عندي كويس من الميه. بعد ما صفيتها عندي كويس من المية، هجيب طبق وهفردها فيه بالشكل ده. وبعدين هجيب عندي نص معلقة صغيرة من النشا بالشكل ده، واقلبها كويس معاها على حسب طبعا الكمية. لو انت عاملة كمية اكبر هتزودي النشا شوية، وخلي بالك طبعا من الملح. انا على قد الكميه دي حاطه حوالي ربع معلقه صغيره من الملح عشان ما تبقاش معايا ملحه. بعدين هجيب المصفه بتاعتي بالحجم اللي انا حباه، طبعا ممكن تجيب واحده اكبر من دي او اصغر زي ما انت حابه. هحط فيها البطاطس بتاعتي بالشكل ده، خليها رفيعة عندي اهو. واضغط كويس كده. بعدين بجيب مصفى عندي تكون اصغر من دي بشوية، وبضغط كده كويس اهو. هنزل معاها برضو اي مية زيادة، وفي نفس الوقت هيخليها كلها تمسك عندي كويس بالشكل ده. هيلاقي دلوقتي عندي في الزيت، وبعدين هحطها في الزيت عندي بالشكل ده كده اهو. واخد من الزيت بتاعي واحط عليها من فوق بالراحه بالشكل ده كده. ده الباسكت بتاع البطاطس بتاعي بعد ما خدت معايا اللون ده وطلعتها وسبتها صفت خالص. هقلبها بقى بالشكل ده واحطها عندي في الطبق بتاعي. السلطه بتاعتي اقدر استخدم فيها اي مكون انا حباه. انا هنا هستخدم عندي كروم وطماطم، وعندي حمص وزيتون، وعندي هنا مكعبات من البطاطس. انا هنا قليها قليه بسيطه في الزيت، ممكن تكون عندك مسلوقه ومكعبات بالشكل ده. انا هنا هستخدم عندي مايونيز، حاطه له عندي ليمون وفص صغير من الثوم. تقدري تستخدمي معاكي توميه، او تقدري تستخدمي معاكي صوص من الزبادي. هاخد عندي شويه من الخضار كده احطهم هنا تحت، وشويه من الطماطم، وشويه من الحمص بتاعي اهو بالشكل ده، وشويه من البطاطس، واحط عندي شويه من الصوص بتاعي بالشكل ده كده، واحط عندي برضو خضار تاني اهو وطماطم وبطاطس كده بالشكل ده، والحمص والزيتون بتاعي اهو بالشكل ده، واحط الصوص بتاعي كده على الوش اهو.
بتخلص معايا بالشكل ده كده. جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا، وبألف هنا.